الله يجعل سيدي ربي يسهل عليهم، الله يجعل سيدي ربي يتقبل لهم في الميزان المقبول. وهذه هو الكلمه الاخيره اللي غادي نقول. كنشكر الزوج ديالي وتقدم معايا صراحه، تقدم معايا لانه هو اللي خلاني نضل معايا وعطاني واحد الفرصه كثيره للجمعيه حتى وصلت لهذا الخير اللي عطاني سيدي ربي. لان كما كتشوفوا هو السي احمد كينتظر الزوج ديالو نعيمه. توحشتي ولا لا؟ توحشت بزاف. وما تبكيش انت. ولكن الفتره كيف عليك مشيتي سي دوز. ها هي دابا نعيمه جا. الله تبارك وتعالى الله يسلمك. الله يسلمك. ان شاء الله خير. ان شاء الله. يطول عمرك. ها هو السي احمد دابا هي نعيمه جايه ان شاء الله. ما تزوجش عليها. لا حشاشا 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 من غير نعيمه كدوها. وعدا تزوج عليها. لا 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 لا. مصيبه كيصفوا عليها. لا 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 لا. تزوجوا عليها. ماشي بذاك النوع انا. صوت لها على جبر على سلامتها على سلامتها على سلامتها. مباراه مباركه والله يتقبل منها جميع المسلمين كامل. شكرا عمرها هي جايه. الله يجزاكم بخير. مناسك كلهم دوزناهم على خير والحمد لله. وجينا دابا عند ولادتنا بخير وعلى خير. وهالجيران ديالي هما الحمد لله ونشكر زعما والحال وكل هذا الفضر كيرجع ليزيد ابو صابون. جمعيه نهضه زناته للتنميه والتضامن اش غنقول لي احسن جمعيه تقريبا شي 230 جمعيه في عين حروده. اول جمعيه كنحس بها وانا كنشهد بالله وانا جيت من مقام الله الى اول جمعيه كتناضل في جمعيه في عين حروده والحمد لله. والفضل كيرجع ليه ويرجع حتى الاطر الجمعيه كلهم تقريبا بالتعميم. كاين الاخت السوميه الحاجه السوميه الكبيره كلهم الاطر ولكن خاصه كنشكرهم كاملين الحمد لله اللهم لك الحمد. وانا كنقول لراجلي شنو غنقول ليه؟ راه تقريبا بكثره الفرحه ديالتي معاه راني كنطلب ليه ربي الله يدي تا هو لذاك المقام لان تا هو ساهم معايا وما كيحبسنيش حتى في شي حاجه. اي بلاصه كنبغي نمشي للجمعيه كينتصر كيأيدني باش نمشي ومن يسمع الحج كيبكي هو اكثر مني وخلاني باش مشيت الحمد لله. والله يجعل سيدي ربي يسهل عليه والله يجعل سيدي ربي يسر لي امره والله يشافي راه مريض ونطلب ربي الله يجعل سيدي ربي يسر عليه الامور. هذا المده اللي مشات فيها المراه ديالي ديار مقدسه طلب الله تبارك وتعالى يجازي هاد الناس اللي كانوا وما زالوا كيساندوها وداو هذيك الديار المقدسه. غير 15 يوم هذه طالت عليا المده وشوق الى المراه ديالي والحمد لله اللي داها. بغيت الله تبارك وتعالى انا نكون عند حسن ظن الجميع ووقفوا معايا انا باش نوصل لديك المقام ولا حرم منه اي مسلم. وانا مشوق بزاف ونطلب الله تبارك وتعالى
يعاون سيليا زيتا هو الله يجزي بخير. وانا في الشوق بزاف هذاك المقام، نطلب الله تبارك وتعالى يوصلني اليه وللي يحرم جميع المسلمين يا رب العالمين. الله يجزيكم بخير ويرحم لكم الوالدين ويثبت لكم العمل. ونطلب الله تبارك وتعالى المره ديالي مشات سالمه وجات غانمه بفضل الله تبارك وتعالى وفضلكم. ونطلب من الله تبارك وتعالى انتم كتشوفوا فينا، نطلب الله تبارك وتعالى الله يجزيكم بخير، الله يجزي الجميع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تمشي. وعدنا شي واحد ما كنكذبوش، ان شاء الله غتمشي كما مشات لاله نعيمه ومشات امي خدوج، ومن وعد وفى. ان شاء الله راه حنا عند الوعد. الله يعطيك الخير، الله يسهل عليك. الا وعدناكم كتمشيو. كاينه الله يسهل عليك. وشكرا بزاف سي الياسين. وابكي مزيان.